بطر خليه يفيدنا الجراج نقعد نغسل بيه الزوالي براحتنا. ولك هوايه جزء. خلي احكي لك المواصفات بعد. ايه غرفه النوم كبيره وغرفه الصاله 6x8 يعني تريلة تفتر بيها. عمي هو انا ايش عندي؟ انا كل عندي قنفه وكرسيين. ما يحتاج الاثاث منه وبي بس تجي تسكن ودير بالك على البيت. حلم حلم هذا مستحيل. ما صدق ما صدق. اقول لك بعد مواصفات اخرى لو تنجلط. لا اقول لا اول مره تنجلط. لا بعدين بنسمع. حلو البيت يطل على الشط مشنايه يعني راح تقضيها سمت مسقوف على الشط يعني مسعده وبيتك على الشط. اي امني ان ما عملتي غرفتي ترارارا بعد شتري على الشط طلع. اي زين اقول لك ابو نابم خلينا نروح نشوفه. المشكله بعد ماكو فايده نشوفه. ليش؟ لين خلصت المده وابو البيت اجى هسه صار له 20 سنه اليوم خلصت وهسه خابرني رمش لي هو سب عباس بن فرناس بالمقام. هسه اذا اقوم ما يحتاج تقوم هسه تقريبا وصل البيت. اذا تحب تاخذ هديه تقول له الحمد لله على السلامه. حمل ابوس ايديك حمل حمل يا معود. جيت جيت يا ابو جيت عيني جيت جيت ابوي جيت 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 تفضل ولدي. هلا وحجي شلونك؟ هلا عيني شلون صحتك؟ الله يسلمك حجي. هذا الفيديو جاي اشوفه. ها صورتك؟ لا لا حجي الفيديو. ايش بيه الفيديو؟ ما جاي يحمل. زين هو ما جاي يحمل وانا ايش عليه؟ شلون حجي ايش عليك؟ شلون ما نمكنك عليكم ما تدري؟ جنابك مكنك على بيتنا على نتمنى وجاي تحاسبني؟ طبعا احاسبك حجي. اذا انتم 50 طفل عندكم بالبيت يا حجي انا عندي شغله ضروريه بس طفي طفي خلي الجهال يطفون حتى يحمل الفيديو. ترى انت اسمح لي اقول لك مع احترامي لك انت فد واحد ما تستحي. ليش حجي صيح علي؟ ما تستحي. لا حجي لا صيح علي. مكنك علينا انت شكو شبيكم تحركون شكو احضرنا اخي شكو انت يبين عندك ضمير وخوش ولد. شكرا. الاخ مكنك على نتمنى وجاي يحاسبني ويقول لي مدى يحمل مدى يحمل انا شنو علاقتي بالموضوع؟ احكيها حجي انت ليش تزعل من الحق؟ ها. تريد الصدق؟ ايه؟ النت مالتكم يفشل. يعني انا ما اقدر افتح اي شيء ما اقدر افتح الانستغرام يعتعت. هيك يسوي الانستغرام. شفت حجي؟ الفيسبوك غسلت ايدي منه ومنه من عنده. كل شيء ماكو. يعني شو يحسوا بينا حجي ما يصير هيك. جنابك هم مكنك علينا انت وهذا؟ طبعا. احكي وياه. احكي وياه ما جاي يفتي ما جاي انه فوقاه مقابل. مو بكيفه. شكو مكبر راسه وتحكي وياه؟ شوف حجي ترى وصلت لنا. قللوا استخدامكم للنت. ترى ما يصير هيك حسوا بينا. يعني تشعدكم انتم احنا عندنا شغلات مهمه نريد نخلصها ما يصير هيك. طفوا موبايلاتكم. يعني اثنينكم كنكين على بيتنا وبيتنا صار مكنك وتقول طفوا موبايلاتنا حتى جنابكم تكنكون على بيتنا؟ عمي اجي وياك لا تطفون موبايلاتكم عندي حل يرضي جميع الاطراف. وهو اشتري لك منظومه زينه تكون شوي سعرها غالي على مد النت يقوى. ها يقوى عندنا النت وما يثر على النت مالتكم. ايش قلت عايل وياك عمياني؟ يقول احسن من هذا الحل ما تلقى يا حج. لا انا عندي حل يرضي المنطقه كلها. شنو بالله؟ راح اشيل منها